بيكم مشاهدينا، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا اليوم النهاردة يوم عرفات، يا رب يعني السنة الجاية ان شاء الله كل اللي نفسه كده يحج ويقدر ان هو يروح. ودايما الأيام الجميلة دي بتقربنا كلنا من بعض، وبتكون فرصة للتقارب وفرصة ان احنا نبين حبنا لبعض ونبين المشاعر الجميلة، ممكن بأبسط الإمكانيات وبأبسط التكاليف نحتفل وكلنا نتجمع. أهم حاجة ان يبقى عندنا رضا، وأهم حاجة يبقى عندنا سعادة كده، ونكون دايما مبسوطين. هنبتدي فقراتنا، ولكن خلينا الأول كده هيكون معانا اتصال تليفوني، وهنتكلم فيه عن فضل يوم عرفات، وهنتكلم عن الجانب الديني وإيه ممكن تكون السلوكيات المستحبة في هذا اليوم من خلال دكتورة ميسون الفيومي. المكالمة هتكون جاهزة معانا دلوقتي، وهنرحب بينا. هنرحب بدكتور ميسون، هتكون معانا دلوقتي من خلال مداخلة تليفونية. أنا سامعة حضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة كده وبألف خير. وحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة، وجميع أسرة البرنامج بألف خير يا رب. خلينا كده في البداية بقى نتكلم عن فضل يوم عرفة من الناحية الدينية. أهمية اليوم ده، وإزاي إن احنا كده نستعد لاستقبال يوم جميل ومهم زي ده. طبعا خلينا نقول في البدايه ان يوم عرفه سمي يوم عرفه ليه لعده اسباب. السبب الاولاني ان الناس بتتعارف فيه، يعني الحج عرفه. لما الناس بتيجي من جميع بقاع الارض، الناس كلها بتتجمع علشان يحدث اندماج للثقافات العربيه والاسلاميه، يبتدي في تبادل ثقافي ما بين الشعوب، ويكون في الفه ما بين الناس. وكمان سمي ايضا بيوم عرفه لان الناس بتعترف فيه بذنبها. كلنا سواء كنا حجيج او غير حجيج، كلنا بنتوجه لله سبحانه وتعالى في اليوم ده بالدعاء والاستغفار علشان ربنا يرحمنا ويغفر لينا ذنوبنا يعني ان شاء الله. وطبعا لانه ادم وحواء لما ربنا نزلوا على الارض التقوا على جبل عرفه، فمن هنا جه اسم عرفه. ازاي اليوم ده؟ فضل اليوم ده انه اليوم ده حصل فيه يوم حدث عظيم جدا، كانت في خطبه الوداع اللي هو ده في تمام الاسلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني كان يوم عرفة ده تمام للدين الإسلامي ككل. فلازم إن احنا نكون بنستغل الوقت بتاعه كويس جدا، وخصوصا يعني وطول اليوم نستغله. الناس ما تضيعش اليوم ده، لأن دي فضل كبير جدا. أحب الأعمال في اليوم ده طبعا إن احنا ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بيباهي بينا الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما من يوم أكثر من أن يعطف الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فتخيلوا بقى أن ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بجميع أهل عرفة، بيباهي بهم الملائكة من كثر يعني عظمة اليوم ده. فمن الأعمال المستحبة أو يعني إن احنا نقصر فيها اللي هو الصيام، لأن الصيام يوم عرفة غير الحاج. الحج لانه بيبقى مشغول بيوم عظيم زي ده، صحيح، ما بنصومش فيه. لكن احنا لغير الحجيج ان شاء الله ربنا يكتب كل اللي يتمناه يا رب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال بيكفر السنه الماضيه والباقيه، يعني بيغفر لنا ربنا ان شاء الله باذنه. والحقيقه من يعني من العادات الجميله للشعب المصري كله يوم عرفه، لازم اغلب الناس بتكون صايمه اليوم ده وبتستبرك بيه طبعا جدا. فيستحب فيه الدعاء، يعني اللي مشكور الادعيه اللي اجتمعوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقولها: الخير ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبرضه ممكن نقول: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. المهم الدعاء، انا ممكن اكون مش حافظه ادعيه، بس المهم ان يكون في خشوع، استحضار القلب. ممكن ادعو باللي بيجي على بالي، اللي بفكر فيه. دعاء يعني يستحب اي دعاء، لان الله سبحانه وتعالى ما فيش صيغه معينه اتفرغ فيها الى الله غير اللي موجود في قلبي. فترات اتضرع لله سبحانه وتعالى واخلص النيه لله سبحانه وتعالى، وابتدي ان انا ادعو بالادعيه المستحبه، ادعو باللي بيجي على بالي. يعني ان انا بحيث اكون بس مخلصه في الدعاء، خصوصا التخصيص بالوقت اللي هو من العصر لحد المغرب. ما حدش ينشغل في التوقيت ده قدر الامكان غير جميل الدعاء جدا. والتوكل على الله. جميل جدا. اعملها في العيد، يعني ايه اهم السلوكيات الصحيحه او ايه اهم؟ هو في اتكات خاص كمان بليله بيوم عرفه. يعني لانه دخلت العيد، يعني هي بدايه يوم عيد وكده، فلازم نكون بنستعد لدخله العيد. بنبدا بيها طبعا بيوم عرفه زي ما قلنا بالصيام والتسبيح والدعاء وكله، والتحديد بقى لثاني يوم. لازم يبقى في ادخال السرور على اهل البيت. صحيح. يعني اهل البيت ده مش هم بيتي انا، بيتي واخواتي وقرايبي وجيراني وحبايبي،
ان انا اقدر قدر الامكان لو في اطفال صغيرين اجهز عيديات احطها في كده في لفه حلوه وانا بقدم، حتى لو كانت هديه رمزيه، بحيث اني بقى ادخل سرور على يعني كل اللي محيطين حواليا. صحيح، لازم لما اجي اوزع اللحمه اوزعها يعني وانا مبتسم كده ومع كل سنه وانت طبعاً طيب وبشكل جميل صدفه. صحيح. صحيح. وبعدين كمان ان انا لما باجي اوزعها لازم ابقى ما اعملش مثلا اكياس سودا، طبعا حاجه مضره بالصحه، لازم احطها في لفه حلوه او على الاقل اكياس بيضة. بعدين لما اجي اديها لازم اراعي عدد افراد الاسره، يعني مش لازم الاكياس كلها تكون محدوده، لكن ان انا لما بقدمها بقدم اشوف عدد افراد الاسره، اسره صغيره غير اسره متوسطه غير اسره كبيره، فلازم صحيح. يكون وانا بدي حاجه تكون متناسبه معاهم. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وكل سنه وحياتك طيبه كده، ودايما يا رب العادات كلها الجميله اللي عندنا نكون دايما بنعملها كده كل سنه، وربنا يقدرنا ونعمل كل الخير. ودلوقتي هنروح لفاصل وهنرجع تاني هنكمل معاكم بقيه فقراتنا، واستنونا بعد الفاصل. مشاهدينا ورجعنا لكم، وهنبتدي دلوقتي طبعا معاكم كل فقراتنا من خلال طعم البيوت. وفكره العيد دايما بيبقى فكره جميله جدا ان احنا كلنا نقرب من بعض، يبقى في تزاور وفي حب بين افراد العيله، نفتكر صحابنا وقرايبنا اللي بقالنا كتير ما شفناهمش، ولو حتى بمعايده، لو حتى ان احنا نزورهم لمده حتى بسيطه ما نتقلش عليهم، ولكن ده بيفرق جدا وقد ايه بيقرب ما بيننا وبيخلي فيه حب وموده ورحمه. خلينا النهارده بقى نتكون معانا النهارده دكتوره سهير الدمنهوري استاذ علم الاجتماع، وهتنورنا النهارده من خلال طعم البيوت، وهنتكلم معاها بقى عن العادات الاجتماعيه الجميله اللي دايما بتجمعنا بحب ومواد. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، ومنورانا في طعم البيوت. اهلا بيك يا حبيبتي. الحقيقه طبعا خلينا نتكلم كده عن ان العيد ده دايما بيكون فرصه للتقارب وفرصه للحب وفرصه ان الاهل كلهم يكونوا متجمعين مع بعض. يوم زي ده حضرتك بتنصحينا بايه وايه اللي المفروض نعمله في حياتنا الاجتماعيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه. والشعب المصري وامه المسلمين طيبين وبخير وسعاده. طبعا احنا مش عايزه اقول لك، خلينا نبدا كده البدايه ان المجتمع المصري ده مجتمع جميل جدا، يحب قوي قوي التآخي والتزاور والاجتماعات. صحيح. الحلوه والقعده الجميله والضحكه الحلوه والحكايات اللذيذه، احنا كده عاشقين لده كله. فبالتالي احنا بندور على حاجات عشان نعمل منها اجتماعات، عشان نقعد نتكلم ونضحك وناكل مع بعض. لدرجة ان احنا عندنا في احدى الاماكن الصحراوية عندنا في الواحات زي سيوة مثلا، هاخدها كمثال، عندهم عيد اسمه عيد الطعام. عيد الحب والطعام، يحبوا بعض وياكلوا من بعض. جميل. بمعنى القبائل يجوا في نفس اليوم ده في اكتوبر من كل عام، ويقعدوا في مكان فسيح جدا جدا حوالين منهم طبعا اثار، ويبدأوا يمدوا السماط في الأراضي. كل القبائل تمد هذا السماط. والنساء يطبخوا في بيوتهم، وطبعا كله باللحم طبعا والفتة وانت عارفاه ده. ويبدأوا يحطوا على الطبالي الكبيرة، كل عيلة تطلع طبلية عليها الطعام بتاعها، بس مش هي اللي بتاكله. هي بتاخد الطعام بتاعها وتروح تديه للقبائل الأخرى، يعملوا تبادل. ايوه، يعملوا والقبائل الثانيه تديهم طعامهم، بحيث ان يبقى كلهم كلوا من بعض. من بعض. شوفي قد ايه الحب ده موجود على فكره عندنا في كل مكان في مصر. صحيح. بس كل منطقه جغرافيه ليها ثقافه فرعيه بتعمله بشكل معين. فبالتالي ما بالك بقى باعيادنا والاعياد الدينيه بتاعتنا، العيد الصغير، العيد الكبير، والفرحه اللي بتبقى. صحيح. فيها طبعا، والدين بيحسنا على ده. فبنيجي بقى في العيد الكبير زي مثلا اللي داخلين عليه ده بالايام المفترجه، بكره ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، طبعا بيتم الذبح والكلام ده كله، والناس بتيجي بقى من تاني يوم او من اول يوم عزومات دايما. اول يوم بيبقى العزومات القريبه قوي. صحيح. ولادي يجوني مثلا، يعني انا اروح عند والدتي وهكذا. من تاني يوم نبدا بقى الايه العزومات على الواسع شويه. ايوه دكتور، احنا عندنا هنا في المجتمع المصري مرتبطين قوي بعادات الافراح والاعياد بالاكل. يعني احنا دايما بنحب ان احنا نتهادى نعزم قرايبنا مثلا يوم العيد على الفته والرقاق والاكل المصري الجميل. ليه دايما مرتبطين في اعيادنا بالاكل؟ هل دي صفه من صفه الكرم مثلا، ولا من العادات المصريه اللي احنا تورثناها وماشيين عليها؟ هما الاثنين الحقيقه. هي عادات، وفي نفس الوقت كمان ديننا برضو بيحسنا على ده. الطعام. يعني بصي، اطعام الطعام. صحيح. حاجه مهمه جدا، دي شعيره مهمه جدا، الناس ساعات ما بتبقاش واخده بالها.
ساعات في ناس لما تسمعيهم هم قاعدين بيتكلموا عن حد في خصومه بينه وبينه ما بيرضاش حتى يقول له ازيك. لكن انت لو دخلت له ان شاء الله طبق جارك يا سيدي ومخصمه مثلا او حد تاني، دخلت له بس طبق ان شاء الله يكون في اي حاجه بسيطه جدا، تصوري ان دخول الطبق ده بالطعام اللي عليه خلاص بيكسر القلوب وما بيبقاش في خصومه، لان طعام الطعام هو الرسول عليه الصلاه والسلام حسنا عليها. طعام الطعام ده حاجه مهمه والناس مبسوطين واغنياء، وتقولي له طب تعالى اتغدى عندي يقول لك لا معلش انا الناس تيجي تاكل عندك انا ما اروحش اكل عند حد. طب ازاي ازاي وانت عايز الناس تجي لك؟ ده على اساس ان انت صفتك غني مثلا؟ بالعكس، مساله ما لهاش ارتباط اطلاقا لا بغنى ولا بفقر. هو اطعام الطعام في حد ذاته دايما بيقرب القلوب من بعضها، بيحبب الناس في بعضها. بيلغي الحواجز، بيلغي الخصومات، بيحل مشاكل. ده احنا كل مشاكلنا بتتحل بعد ما ناكل. طبعا ما ينفعش تخشي الواحد مخصمه وتخشي تديله الطريحه وهو قاعد يبص لك وفي الاخر هيقدم لك طعام، لا يقول لك لا معلش ناكل الاول. لقمة بينا وبين بعضنا، العيش والملح اللي احنا بنتكلم عليه بالبلدي. صحيح، وبعدين نتفاهم. احنا مثلا لو في خلاف في الاسره بين حد وحد، مثلا في سوء تفاهم، ممكن نستغل الايام المباركه المفترجه الجميله دي في ان احنا نقربهم من بعض. ده لازم يحصل. ده لازم يحصل. وعلى فكره انا بعمل كده ككبيره في البيت، ولادي الصغيرين دول ما هو بيشوفوا. صحيح، بيسمعوا وبيشوفوا، والطفل ذكي جدا. بيقعد يفهم دي ماما كانت متخاصمه مع طنط، ماما متخاصمة مش عارفة مع مين، وبعدين ايه ده معقولة بتعزمهم كمان على الاكل؟ لا 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 لا، يبقى كده ما فيش، خلاص الحمد لله خصام. تبقى ماما طيبة جدا، ماما اللي في قلبها على لسانها بتقول الحق، ويمكن الحق ده بيزعل الناس بس بعد كده بتثبت لهم انها كانت هي كمان على الحق. صحيح، فالطفل بيتعلم السلوك. ويلا حبايبي اقعدوا كلهم مع بعض، ويلا حبيبي انا بقول لابني اعزم. اعزم اكرم. بعلمه صفة الكرم من صغره. صحيح، ودي صفة مهمة جدا ان الانسان يكون كريم، لانه في الاخر بيقول لك الكريم لا يدام. اكرمي على قد ما تقدري، وربنا سبحانه وتعالى كرمه اكبر بكتير، فحيديكي وحيعطيكي وحيشبعك. احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ وده في النهاية بيخش تحت مقولة الرضا، ان انا اكون راضية طول الوقت على اللي انا بعمله. جميل. طيب نيجي بقى لسؤال تاني، وهو بيحتاج بقى ايه ذكاء اجتماعي كده من نوع ايه، من نوع خاص. دلوقتي اغلب المتزوجين مثلا لو هم لسه جداد في الزواج بيكون في دايما خناقه شهيره، هنروح عند مامتي ولا هنروح عند مامتك، هنقضي العيد عند اهلي ولا هنقضي العيد عند اهلك. ومن هنا العيد اللي هو المفروض بيبقى فرصه للتقارب ممكن يبقى فرصه لان يحصل بينهم شويه مشاكل كده، ونروح هنا ولا نروح هنا ونعمل ايه. ازاي بقى ننصحهم نصيحه كده ان هم يعملوا توازن بين الاثنين عشان ما يزعلوش حد؟ دول مستنين ولادهم ودول مستنين ولادهم برضه. بنقول دايما المرأة هي عماد البيت. دي ما عليهاش خلاف اطلاقا. عماد البيت بمعنى هي اللي بتحط الاسس القويمة الصح. خلاص كده. الراجل بيبقى جاي بيتجوز بمفهوم معين، شاف سمع يعني. صحيح. وده ممكن يكون موجود في كل وقت، ان الزوجة دايما تمشي رأيها على ايه، على زوجها في البيت، وبالذات اول عيد وانا متجوزه لسه جديد. لازم تكون ذكيه جدا. ما تشترطش على زوجها ولا تقول له اول يوم العيد يبقى عند ماما وبابا. ما ينفعش. لكن تساله سؤال لطيف جدا في حب وفي ذكاء اجتماعي رائع وفي حاله كده من الايه، انك بتستشف في امره. بس اندايركت. فبتقولي له ها يا حبيبي تحب نعمل ايه اول يوم العيد؟ جاي لنا بقى العيد وكل سنه وانت طيب، نتصرف ازاي؟ ايه البرنامج بتاعك؟ انت قلتي له البرنامج بتاع، الله ده انت كده عطيتي له. هتشوفني انا اللي هعمل ايه. عطيتي له بقى حقيقي يعني مش عايز اقول لك اهميه قد ايه في رايه اللي هيقوله في اليوم ده بالتحديد. جميل. لكن لو انت رميتيها له والله انا شايفه نروح عند مامتك يا حبيبي الاول، وانت ابنها وبرده عايزه تطمن علينا، ونقعد نفرحها ونفرح معاها، وبعدين ماما وبابا ان شاء الله نبقى نروح لهم اليوم التاني. هنا انت كنت رائعه بقى في الحته دي جدا، واي زوجة
تعمل كده تبقى في منتهى الروعة اللي في الدنيا. ذكائها طاغي عليها ومش هتديله الفرصة انه يظلمها او انه يحكم عليها حكم مش في صالحها بعد كده. لانه من اول مرة بتحصل حاجة بتخش وعارفة في القلب كده بتأثر شوية فبتأثر جامد. وعلى فكرة الحاجة دي انا ببني عليها مليون حاجة بعد كده. طول ما احنا عايشين سوا ببني عليها ببني كل عليها. موقف بيبقى موقف اللي بعده. فالواحد لازم يتعامل بدماغ كبير. ما هي قالت كده يبقى فعلا دي هي دي سلوكية. يعني احنا لازم في العيد ده يعني عيلة يعني قرايب يعني الناس اللي احنا بنحبهم يبقوا موجودين. ازاي ان السوشيال ميديا دي ما ناخدش سلبياتها ونخليها بقى تبعد عننا شوية ونرجع للحياة المفروض نعيشها الحياة الحقيقية مش العالم الافتراضي اللي بتفرضه علينا. بالظبط عندك حق الحقيقة. لان انا في المجال ده طبعا يعني بقالي سنين من عمري وتربية الطفل والتنشئة الاجتماعية والعلاقات بين الاباء والابناء وبين العيلة الواحدة او اللي هي النيكلور فاميلي الاسرة الصغيرة بعلاقتها بالاسرة الكبيرة او العائلة الكبيرة. لقيت مشاكل حقيقة لا حصر لها. لما بيجيني ضيوفي انا ببدأ دايما بنفسي. لما بيجيني ضيوفي مثلا اهلي او اهل زوجي ومعاهم اولادهم الصغيرين بشوف الطفل ده مثلا ماسك الموبايل بتاع مامته او بتاعه ويفضل يلعب عليه جيمز ويعمل كل اللي هو عاوز يعمله مع زمايله واصحابه بتوع المدرسة او النادي. الطفل بقى معزول ثقافيا واجتماعيا عن الجروب اللي قاعد في وسطه. مش سامع حتى مش سامع حاجه خالص. هو هو سامع نفسه هو عيلك لسه مش معانا اصلا. عشان يخرج اصلا من السيركل دي محتاج تايم عشان يفوق لك. صحيح. يقول لك ايوه طنط حضرتك كنت بتساليني بتقولي لي ايه. ايوه صح. انا لما لقيت الموضوع اتكرر كتير انا خفت عليهم. وخصوصا انا بحضر مؤتمرات كتير وفي كليه الطب عندنا لان بروح ادرس هناك الحقيقه في طب وتمريض وعلاج طبيعي. فانا بشوف الدنيا وبحضر مؤتمراتهم اذا بيفاجئ بان كان في بيبر مقدمه دراسه طبيه علميه الحقيقه مقدمه. مش عايزه اقول لك انا لغايه دلوقتي عندي هلع من اللي انا شفته حقيقي والله. انه الام من اول ما بتحمل في الجنين وهي ماسكه الموبايل بتاعها فبتعمله كده فكل الاشاعات وخلايا اللي بتطلع من الموبايل بتخش هنا في البطن للجنين لدرجه ان مخ الجنين الجانب بقى الايسر الايمن اللي هو كان نايم عليه وقت هي ما كانت ماسكه الموبايل انا شفت مش ممكن خلايا المخ عنده بتشتغل ازاي وهو معلومة جديدة جدا يعني. هو في الرحم حاجة تخوف ويسود بقى أجزاء كتير تسود كده من المخ عنده. أنا الحقيقة من ساعتها كل ما بشوف طفل ماسك الموبايل لازم أتكلم مع أمه. ده ما لا يجوز. ولو عايزة تكافئيه على عمله دراسة ذاكرها نجح يا ستي زي بعضه اديله الموبايل ولو نص ساعة بس. صحيح. خلينا بقى نتكلم عن جزء تاني مهم جدا، مظاهر الاحتفال الاجتماعية بالأعياد والمناسبات في مصر، هل هي زي ما هي ولا اتغيرت على مر العصور؟ ولا رغم انها اتغيرت ولكن احنا لسه جوانا حتة كده جميلة بتميل للعادات والتقاليد بتاعتنا؟ بصي حضرتك طبعا أكيد كل شيء بيتغير، ما في حاجة في الحياة إلا لما بيعتريها التغير. سواء تغير موجه انا بوجهه من خلال اهو قنوات السوشيال ميديا. صحيح صحيح. تغيرات حياتيه بتحصل او حياتيه وهكذا. فدي كلها امور الحقيقه لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. فانا بقول ايوه احنا بنتغير بس يا ترى احنا بنتغير للاوحش ولا للافضل؟ لا للاوحش. احنا معرفش رايحين في سكه مش لطيفه الحقيقه ولو ما كناش ننتبه ليها من دلوقتي ونعمل لنفسنا كنترول على تصرفاتنا لازم نعيش صح. احنا صحيح. بنعيش الدنيا او الحياه مره واحده بس. صحيح. نعيشها صح مع بعضنا نحب بعض نساعد بعض نشارك بعض ممكن نعمل اكله حلوه. أيوة. ويبقى الناس دلوقتي بقت خايفه تعزمك لان هو هيكلف نفسه كتير وتعب كمان يا دكتور مش بس تكلفه. صحيح. فحرام يعني لا. فاحنا ناخد الحتتين دول كده اهوت ونحطهم في دماغنا. انا اقول لفلانة مش عايزه تعزميني اوكي بس انا هجيب معايا كذا. لا والله ما يصحش وعيب وطبعا بتبقى محرجه. صحيح. لا مفيش احراج خلاص. نقسمها انت هتعمل مثلا حاجه معينه هعمل حاجه معينه انت هتجيب الحاجه الحلوه وتجمعنا كلنا وقعدنا مبسوطين. فعلا ده اللي لازم يحصل بيننا وبين بعضنا وكل سنه والناس كلها طيبه وحلوه وسعاده. طيب يا رب. وحضرتك طيب. طيب خلينا نقول بقى ايه الافكار اللي ممكن نعملها في الاعياد ان احنا يعني يبقى في جو كده من يعني من جو لمه العيله وان احنا ازاي ان احنا ممكن نخلي بقى الاطفال اللي احنا بيشتكوا بالموبايلات وبيشتكوا من التكنولوجيا لا نجذبهم لعالمنا احنا.
كان لي اخويا كنا بنتجمع عند ماما في العيد، فيعمل ايه؟ هيعمل جوائز لاولادنا، ولادي ولاد اخواتي. فبعد الغداء يقول لهم يلا بقى في اسئله هتتسال عامه، جميل، حاجات عامه، واللي هيجاوب هياخد جايزه. فالولاد كانوا يحبوا قوي قوي التجمع ده، هياخدوا فلوس، هياخدوا هدايا، هياخدوا اي حاجه، حتى لو رمزيه بتبسط بابسط ما كانت بتبقى حاجات. صحيح. طبعا على ايام زمان كانت العشرة ساغ والربع جنيه حاجه مهمه، بيعملوا يعني حاجات حلوه. فكان يعمل لهم كده. الفكره دي عجبتني منه قوي، وما اعرفش ازاي هو فكر فيها في الوقت البدري قوي ده. من زمان. وانه الولاد كانوا كل سنه يستنوا العيد يجي، انا اسافر اسكندريه عند اهلي وهم اللي موجودين يتلموا عند ماما ونتجمع. وفعلا اخويا يجي ويفضل يعمل لهم الايه المسابقات والجوائز. العيال يقولوا له والله يا خالو احنا جايين مخصوص من القاهره عشان المسابقه، الفكره الجميله دي اللي بتجمع. فشوف ازاي انت بتحببي الولاد في بعض، وبتحسين نروح البيت مش مشكله، مره بيت مره نادي، نروح نجتمع في النادي. صحيح. وبرضه نتغدى فته برضه ولحمه، ايه المشكله؟ صحيح. عندنا يعني. صحيح. والولاد يتبسطوا ويلعبوا، والمهم فكره التجمع. لان الحب مش ممكن يجي من فراغ، الحب لازم يجي من القرب. صحيح. مش من البعد. صحيح. بس والاوقات الحلوه الجميله بتبقى بتخلق ذكريات، يعني الواحد لحد دلوقتي بيفتكر لما كان بيتجمع في بيت جدته، لما كانت العيله كلها بتكون موجوده، وذكريات بسيطه خالص ولكن بتكون شخصيه. حقيقة. بتكون شخصيتك، عارف الحب. وعارف الخير، وعارف يعني ايه ان احنا عيله مع وعلى أخر. فكره التجمعات دهيت لانك انت بتسمعي اراء ناس كتير وانت قاعده في موضوع واحد، فانت بتكتسبي الخبره. صحيح. من هنا بتنمي قضيه مهمه عندك، وهي قضيه الذكاء الاجتماعي. ما بيجيش الذكاء الاجتماعي الا كده. صحيح. استحاله يكون عندك ذكاء اجتماعي وانت قافله على نفسك بابك. ما هيجي منين؟ صحيح. انت عندك ذكاء فطري، اوكي، العقل بيشتغل بطريقه معينه، لكن الذكاء الاجتماعي بيشتغل على العلاقات الاجتماعيه والتفاعلات الاجتماعيه بيننا وبين بعضنا. جميل جدا، حياتك نورتينا دكتور سهير بجد، ونصايحك دي واستشاراتك دي كلها جميله جدا. شكرا جدا لحضرتك، وكل سنه وحياتك طيبه. ميرسي يا حبيبه قلبي، كل سنه وامه المسلمين بخير. وحضرتك طيبه وبخير. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، ولكن هنروح دلوقتي الفاصل وهنلتقي بعدي انا وزميلتي سماح بعد الفاصل. الحقيقه العيد عندنا في مصر بدون تحيز هي من أجمل البلدان اللي ممكن نقضي فيها العيد. النهاردة من خلال حلقتنا اتكلمنا عن مظاهر التطور، مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في العصور المختلفة، بدءا من العصر الفاطمي والمملوكي والأيوبي والعثماني. الحقيقة مظاهر جميلة، وكلنا بنفتخر ان احنا الحقيقة مصريين. دينا اتكلمتوا برضو عن المظاهر الاجتماعية بقى، وتكلمنا على قد ايه مهم جدا الترابط الاسري، وان الواحد يستغل الاعياد دي في ان هو يقرب من اهله ويقرب من حبايبه، ان حتى لو في خصام في اي حد بين اطراف العيلة ممكن الايام الجميلة دي تبقى يعني وقت كويس ان هم يتقاربوا، ان هم يتصالحوا. وانت عارفة كمان ان احنا عندنا الشعب المصري شعب كريم من طبعه، يعني دايما اي اعياد اي مناسبات مرتبطة بالاكل والاكلات الجميلة. يعني دايما العيد عندنا لحمه وفته ورقاق واشكال جميله جدا من الاكل، ولو رحتي اي بيت هتلاقي نفس المظاهر ونفس مظاهر الاحتفال بمختلف بقى اشكالها واحد. صحيح. ومظاهر العيد دي كلها الحقيقه بتبقى مسج لكل الاجيال الجديده بضروره التواصل وصله الرحم، ده شيء مهم جدا بيخلق نوع من الموده والمحبه ما بين الناس. الحقيقه كمان احنا النهارده اتكلمنا عن كسوه الكعبه. جميل. احنا اتشرفنا كمصريين بان احنا اللي كنا بنعمل كسوه الكعبه، وبيبقى ليها احتفاليه كبيره جدا، والمحمل حتى كمان ضيفتي النهارده قالت ان الجمل اللي كان بيشيل هذا المحمل كان بيكون ليه نقول ما بيشغلهوش طول طول السنه. احتراما. معزز. بالظبط. فده شيء جميل بنفتخر بيه احنا كمصريين. جميل طبعا. وعادات كتيرة بنتورثها من خلال أهالينا ومن خلال عادات اجتماعية وعبر التاريخ، كلها بتدل طبعا على أصالة الشعب المصري، وقد إيه من أقل التفاصيل ممكن يبقى في حب وفي مودة وفي خير كتير جدا من خلال العصور المختلفة. صحيح.
برغم الاعياد بقى الامتحانات عن الامتحانات والثانويه العامه. الحقيقه هو النجاح في اي مكان لابد ان يكون في معاه تنظيم للوقت، ما فيش حد بينجح الا لما بيكون منظم وقته، وفي العديد من العوامل بتسهم في النجاح ده، وده متهيألي بيكون نقول ايه بيلقى على عاتق الام المصريه. صحيح. اللي بنقول عليها ان هي دايما بتبقى فوق دماغ ولادهم في مذاكره. صحيح. في تمارين في اي حاجه دايما بتحبهم افضل في افضل حال طبعا. صحيح. هي رمانة الميزان في البيت، هي الدكتوره، هي اللي بتقوم الحقيقه بكل الادوار. احنا ما بنغفلش حق الاب، ولكن الام هي اللي بتكون اقرب لاولادها، ففي الفتره دي المفروض ان هي بالفعل تنظم وقتهم بشكل جيد علشان ما يقضوش الوقت كله حاسين ان هم في اجازه. لا، احنا ورانا مسؤوليه، ورانا ان احنا بعد المشوار الطويل من السنه ان احنا نبتدي نذاكر صح علشان نبني ثمار السنه الدراسيه كلها. بس يعني يحتفلوا باول يوم كده، خليكم حنينين برضو مع الولاد وخليهم يتبسطوا كده ويفكوا شويه في اول يوم، وبعد كده بقى يركزوا في المذاكره عشان طبعا الامتحانات بعد كده بعد العيد تخلص ان شاء الله على خير ويجيبوا الدرجات الكويسه. طيب خلينا نقول بقى دايما متجمعين كده في حب، ودايما يا رب الفته واللحمه والحاجات الحلوه دي مجمعانا كلها. انا بشكرك يا سماح، وكل سنه وانتي طيبه. كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وكل مشاهدينا بخير. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره فريق عمل جديد من زينب تعمل بيوت.